سبق النجم السياحي مروان تاج. باهي مروان، وصلنا لعلاقتك بالنجم السياحي، علاش انتهيت العلاقة؟ والله نحب نقولها مكتوب أكثر من كل شيء، معناتها العباد اللي تعرف، معناتها اللي قراب اليوم الجمعية واللي في سوسة لتو اليوم من هذا سلام لا يعرفوا أنا ليش خرجت من النجم الرياضي الساحلي. بار كونتر كما قلت لك، واحد مسجل هدفين في دومي فينال وأنا فان كونترا، نورمالمون نيغوسيو الكونترا من بعد الماتش هذاك. صحيح. أنا ما كلمني حد خاطر فما بروبليم صار صغير، عباد شدت في قلوبها، معناتها كما نقولوا خدمة مصالحها هي أكثر من ليكيب. اليوم خاطر مروان تاج كي خرج من ليتوان مازال ينجم يضيف اكثر من عطى للفريق، اليوم مشاو كيما نقولوا لمصلحتهم هم اكثر من النجم الرياضي الساحلي. شنو هي المشكله اللي صارت؟ المشكله كيما نقول لك يا سلام، انا مسؤول معناتها كبير في النجم الرياضي الساحلي. نجم تسميه؟ زيد، خاطر انا شفت انا اليوم اول معناتها انترفيو نحكي عليه. اي ما للتاريخ باش العباد تعرف. يعرفوا برشا عباد نورمالمون يفهموا. زياد الجزيري. نورمالمون. اي. معناتها فهمت. صار خلاف بين بيناتي انا وياه. معناتها اليوم مروان تاج كي خرج من ليتوان مش امور كروية، كان امور علاش الخلاف صح؟ خلينا نفهموا خلاف، خلاف ما في حتى شيء، معناتها تجي تشوف احنا نورمالمون كوزينا تير، وانا هاك شفت ما صرحتش حتى من بعد ما خرجت كيما نقولوا بالطريقه هذيك، ما حبيتش نعمل حتى ديكلاراسيون. مي اليوم خلي العباد تعرف، خاطر اليوم برشا مساجات، برشا عباد نبدا في سوسه يقولوا لنا تو فهمنا علاش خرجت من ليتوان. معناتها نقول لهم راني خرجت مش امور كروية، امور واحد معناتها كيما نقولوا تصفيه حسابات. الخلاف علاش ما قلتليش تو؟ خلاف ما فيه شيء، نحب نزيد نوضحوا. عنده علاقه بالكوره بالرياضه؟ ما عنده عليه حتى شيء، مستنسين كما نقولوا نبداو رابحين وكل شيء، كملنا الماتش، حبيت نروح وقتها في كهرباء نتاع صاحبنا. معناتها فهمت؟ كما نقولوا جاني قال لي راه ما فماش مرواح في الكهرباء. لازمك تروح في الكار كما جوارات الكل، واحنا وقتها رابحين وشاورت لونترونور وشاورت المسؤول. كان لونترونور تو كان يسمع خويا فوزي بن زرتي، عطاني كما نقولوا قال لي برا معناتها ميزاش روح على روحك، وانا بويسك تقول لي يسكن في تونس، معناتها واحنا رابحين في امبيونس باهي، معناتها خلاف معناتها افهم انت منين هو كارير نتاع جوار مشيت على فكره. وين كنتوا؟ احنا كنا في جيبس. معناتها هو خذاها بطريقه اخرى كيما نقولوا، شنو انت اللي باش تروح معناتها في كارير؟ ماهيش ديسيبلين يا مروان. ماهيش ديسيبلين خاطر احنا متعودين بهذاك، مادام خذيت بيرميسيون مع لونترونور. شو معناها متعودين؟ فما لاعبين اخرين عادي تروح نورمال، معناها حتى مشكل، واحنا وصلنا هزينا الشامبيون. خليني نكمل لك، فما لاعبين اخرين عادي يروحوا معناها نورمال يروحوا عادش بيه. علاش جالك انت قال لك؟ عليه معناتها ميسي هو كي باش يروح في الكرب ولا درا شنو، احنا عندنا التيران. جست سؤال، علاش جاك لك انت قال لك ليه معناها؟ خاطر انا نهارتها اللي انا حبيت نروح خاطر لقيت كهرباء كاينين باش نروح فيها. وانا عندي ما نعمل، عندي عرس في تونس. ما حكيتش معاه ما تفهم؟ لا كي حكيت هو قعدت له كيما نقولوا في مخه، وصلوا لي انا برشا ملعبيه وطلبت السماح، وكنا عملنا رينيون في بين الامور صافيه، وقال جاني فما شكون من الملعبيه قال لي راه مازال شاد عليك البغض، وكاو معناتها ربي معاه خويا. انا اليوم كي جيت ليطوال على خاطره هو. اي طولت الحكايه ما نصورش، جيست قال لك روح ما تروحش. على الحكايه ذي، على الحكايه ذي معناتها انا مش امور كرويه. شنو صار وقتها كي قال لك انت ما تروحش؟ انا قلت له روح، روحت لتونس انت في الكهرباء ولا سمعت كلامه؟ لا روحت. ما سمعتش كلامه مالك؟ مش حكيت ما سمعتش كلامه، مش هو خاطر احنا مستنسين نروحوا، واليوم خذيت بيرميسيون مع لونترونور ومسؤول. معناتها شنو هي المشكل؟ معناتها مستنسين هكاك، كان جينا كان جا وقتها فرضين علينا حتى حد اللي يروح في الكراب، وقتها نقول لك انا معناتها كيما نقولوا تكبرت ودرا شنو عملت، اما احنا مستنسين سواء نروحوا في الكراب ولا نروحوا في الكراب، اللي يحب يروح في الكراب يروح. او قدام المره نبداو في راس، فما شكون يروح في الكراب لتونس؟ فما عباد تطلع في الكار. معناتها مش هذه البروبليم، احنا هزينا الشامبيونات خاطر القلوب صافيه كانت، وهزينا التيترويت خاطر قلوبنا صافيه، ما كناش نتعاملوا بك الديسبلين هذاك، كان عطينا الحريه برشا باش ربي وصلنا وبركنا وكل شيء. هاك لا بروف اللي نتاعها برشا جواريت طارت البركه. اللي حبوا يجدوا ويعملوا كذا وكذا، واللي انا وقت ما زدت صغير فما جواريت تجي معناتها كيما نقولوا اكبر مني، وما عطاتش حتى شيء وما ضفت شيء اللي طوال، وانا في البريود هذيك وقتها كيما نقولوا طالع قلت لك بعد ماتش الزمالك نورمالمون نعاود الكونترا نتاعي، حتى عاود لي يقول لي برا نمشي نشوف جماعه اخرى امشي بري. ما نخرجش بالطريقه هذيك. ما حبش يعاود لي الكونترا نتاعي. ما حبش يعاود لي الكونترا نتاعي، قالوا لي ما نعاودوش. هذا السبب اللي صار في ليتوار. اللي كان كنت انا مثلا انت جوار اسبوار كي يطلع تنجم تقول له انت تو نرى فيهم انك في يتعاملوا مع جوارات، يقول له زيدني عام وبرا بري. مش ما يخليكش تخرج ليبر. معناتها اليوم انا مسجل لك في نصف نهائي كاس معناتها كوب دافريك وتخرجني بالطريقه هذيك، معناتها ماهيش امور كرويه. هذا تصفيه حسابات، وخاطر الحكايه هذيا طالب باش نسكروها معناتها ما نطولوش برشا سلام، حكايه فارغه. عندنا نحن خاطر انتم ما كنتش تتبعوا كيف قاعدين عايشين نحن، ونطلعوا في الكراب ونروحوا على روحنا، جيت اليوم بالذات وقفت على مروان تاج.
بعد ما قلت لي قعدنا وعملنا ريونيون وحكينا وتفاش حكيتوا وقتها في ريونيون؟ حكينا وتسمحنا وانا طلبت السماح وقمت وميسيرش نعرف روحي خاطر هو كيما ابري تو هو جايبني وهو اللي عطاني كيفاش نعملوا في الاطوار قال لنا الاطوار راهو ناقصها جهور كيفك انت واللي سيبت اوفر للكلوب انا وقتها مع سليم ريح قبل ما نمشي له معناتها السيد هذاك عطيت فيه ثقه. وانا اليوم انا هذا ونكلمه نورمال ما فما حتى مشكل ما بيناتنا وياه. علاقتك بقيت المسؤولين في الاطوار على الاخر كلها تحب كيف حتى حسين جنيح كل حسين خويا ما حاولوش يتدخلوا بتقاوس حسين طلبني ويطلب فيا في يومين بالتليفون ومسامح هنا في فلوسي في الاطوال مشيت باش ناخذ فلوسي سكروا علي التليفون وقلت وحبيت نشكي بخيتو باش نشكي بالاطوال مانيش باش نشكي انا برضا شرف الدين انا كنت معناتها حكي باش نشكي باش نقدم شكايه بالاطوال انا فلوسي في الثنيه باش نمشي ناخذهم سكروا علي التليفون وما حبيتش نعمل مشاكل باش العباد خليها تحبني باش نقول شنو نريخ شكي بالنجم الرياضي الساحلي ما فما حلوش يدخلوا بالصلح بيناتكم حسين حب وكل شيء وطلبني هو يسمع فيا وطلبني وحبني نقعد وقال يلا غالب ما حبش قال لي ما يقعدش بعد فهمت عمر جمال في تصريح قال لي زياد كان يحكم في التشكيله صحيح هذا ولا والله شوف زياد مش انا جبت خاطر زياد هو عطى في الثقه مي بار كونتر راهو ما نحبش ندخل في التفاصيل كما قلت لك عندي ثلاثة سنين ملي خرجت من الاطوال اليوم انت ما فهمتش كيفاش جبت لك على الموضوع مي تبقى كل حد ياخذ حقه معناتها اللي ريتو معناتها انا نعرف فوزي البنزرتي صحيح راهو معناتها زياد مادام غاديك وعلي يلعب خبره ويعرف هذا الكل يعرف كل شيء معناتها في الاطوال لا بروف اللي هو حسن في الاكيب وقت البريود هذيك ينجم يدخل نقول لك ما يدخلش انا ما نعرفش اما اللي نعرفه كانوا فوزي البنزرتي ما يدخل فيه حتى حد قلقك شويه الموضوع بتاع شنو؟ هذا بتاع زياد هي والله ليه بالعكس قلت لك وخيين انا وزياد وما فما شيء ودانيال مو كلمته ما فما حتى شيء انا حبيت انه ليه بالعكس خير كي جبته خاطر برشا عباد تسال فيا وكي نطلع رسوس علاش خرجت علاش خرجت هاني وضحت وكا وما فما حتى شيء ونورمال انا وزياد نورمال وخيين وما صار حتى شيء نجم تصير ما تفهمنيش معناتها وكا ومشى كل شيء حكينا في اول الحس على شقيقك عصام تاج خلينا نحكي شويه على عصام شنو هي الحاجات الخايبه في عصام الوان؟ الحقيقة ما عنده حتى حاجة خايبة حتى حاجة خايبة والله يعني الناس كل حتى الناس كل تشكر فيه وقلبه باهي برشا ورجال حتى يضرب على الملاعبية في المنتخب ها خاطر أخوك والله ليه العباد عودت لي أنا ما نعرفوش العباد هي اللي تعرفني وأي واحد يحكي معناتها قلبه باهي عصام جوست عنده كما قلت لك كل الحب الانتصار والجرينتا وكل شيء هذيك نبداو الروبريك نتاعنا أول روبريك في الحصة نتاعنا قول ألو قول ألو قول ألو سي مروان ألو يا سما ألو مرحبا حط الكاس حط الكاس مروان شحوالك ما عندكش كاس بحذاك الو لحظه 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 اخويا لحظه لحظه صديقنا اتصل بينا سي بون هاي تفضل هاي اسمع فيك وي يا هلا مروان مع السلامه صافا شحوالك الحمد لله ما عرفتش الصوت زياد جزيري معانا لا امبوسيبل كيفاش ما يعرفنيش لا ما عرفش الصوت ها عصام عصام تيج معنا اللاعب الدولي السابق عصام كنت تسمع فيه كنت تسمع فيه ما قال فيك حتى حاجه باهيه كان كان خايب هو يعرف لا مستحيل باهي عصام اهلا بيك الساعه شنو حوالك خويا؟ عسلامة مرحبا بيك مرحبا بكافة المستمعين الحمد لله لاباس هاني خويا سام مرحبا بمروان شكرا على الاستضافه. مرحبا بك عصام عندك ماتش خذيناك على الطاير اليوم ها؟ اي صحيح انا تو هاني كيما حكينا قلت لك انا تو في البيس عندي ماتش نلعبه كونتر نيس وكاو انا خويا معك انت ما نجموش نردوا لك طلب خويا. ربي يفضلك عصام ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. احكي لي شويه على مروان برامو يقدرك برشا هاو بالتليفون ووجهه حمار بحذانا. نعرفش من السخانه ولا منك انت. لا شوف راهو مروان خويا صغير وصغير فينا الكل معناتها في العائله يقول لي كان مدلل برشا ونحبوه برشا وشوف معناتها القدر ديما باهي في العائله واحنا اخوات معناتها ما فماش حتى اشكال ونحبوا بعضنا ماناش معناتها احنا اخوات. شنو هما الحاجات عصام حتى حكينا قبيلك ما يعرفهمش العباد على مروان خاطر يشوفوه في التيران اجريسيف عنده شويه ما عندك انت ومتاع جرينتا واحد ويمكن حتى فهم شكون واخذ عليه فكره اخرى حكينا شويه على مروان عصام خارج الميدان شوف احنا في العائله متربيين عائله سبورتيف معناتها براتيكمون الاخوات الكل نلعبوا في السبور فما اللي عنده بالور فما الفوتبولور دونك يظل لي ولكن الطبيعه هي معناتها احنا ناس
تلعب على المديول، نقدر ونحترم المديول اللي لبسوه، نحترم الجمعية. يظل هذيك غريزة فينا معناتها الانتفاع. واحد مروان صحيح، مروان يظل لي فما شوية يظل لي مبالغة، لكن بالنسبة لي فما مبالغة، فما شوية بروفوكاسيون، شوية ساعات زايدة. نعم فما شوية مبالغة وبروفوكاسيون زايدة ساعات. صحيح فما لاس فما صحيح، أنا ساعات ما يقوله، لكن عادي جدا، حتى احنا صغار مرينا بالمرحلة دي، معناتها كالانتفاع الزايد، وكنحبوا نعطيه 150% مش 100%. فهمتني مروان تبعته باهية، مروان ماهوش مكان اللاعبين معناتها اللي يحبوا المدرة ولا حاجة، لكن مروان لاعب يعني يحب اللعبة نتاعه، يحب الرياضة نتاعه، يندفع يمشي 100%، معناتها ما فماش غش ولا فماش تخاذل. وابو علي كان معناتها لي بون اون بون ريوسيت، وعمل لي بون بيريود كبيرة خاصة في الملعب التونسي والنجم الساحلي، ويظل لي لا با يو اسي شونس في كاريير سبورتيف. عصام فماش ترفع حاجة صارت مع مروان ما يعرفوهاش برشا العباد؟ ترفع ولا ما عندهاش برشا ترفع، معناتها كما قلت لك معناتها انا نجي ساعات من فرنسا معناتها نقابلهم في العائله الكل، واحد بشيء دونك الترفع ما نذكرش فما. لكن مروان صاحب فلكه وصاحب صاحب جو معناتها، وانسان يحب الفلكه وديما معناتها تلقى البهجه والابتسامه معاه. قد عندك ما حكيتوش معك حصان؟ قد عندك ما حكيتوش؟ قلت البارح حكينا ديما تحكي ديما نحكي. اي شنو تحب تقول لحصان؟ ها؟ خويا الكبير ونقدره ونحبه برشا، وهو يعرف هذا، وان شاء الله نتمنى له مسيره ناجحه في التدريب. وانت فماش حاجه هكا تحب تفضحه وتحب تستغل الفرصه؟ ننصحك خويا بالعكس قدروه هذاك، معناتها كيما نقولوا كبير العيله، معناتها هو تونس الكل تقدره عصام. كلها تحبه كيما قلت لك، حتى اصحابه كل الناس الكل ان شاء الله يفضلوا خويا، ان شاء الله مسيره ناجحه في التدريب نتاعو. يعطيك الصحه عصام، شكرا لك خويا. عايشك السلام، يعطيكم الصحة بارك الله. وإن شاء الله مربوحة كما قلت لك في الماتش اليوم. كانت هذه قول ألو. قول ألو. دونك نكمل معاك مروان. بعد خروجك من الإتوال ظهر لي لعبت في الستايدة في السيابي في القناوية. الحقيقة ما كانوش ناجحين التجربة نتاعك كما كنت في الستاد وفي الإتوال. لا والله يا سلام، بريود صغيرة ناجحة في بعد ما خرجت من النجم الرياضي الساحلي، مشيت لنادي البنزرت وبشهادة الجميع ناجحة، مش نفس النجاح، مش ناجحة معناتها في بريود قصيرة ناجحة، خاطر انا كي مشيت لنادي البنزرت كانت سيتياسيون صعيبة، جمعية تلعب على الطيوح، والحمد لله معناتها معناتها ديما نخرج معناتها في سوا في لي باج نتاع البنزرت ديما يقولوا راجل مباراة راه مروان، ونعطي 100% كيما عطيت نفس في الإتوال وفي في ستاد. علاش ما كانتش طويله التجربه؟ ما كانتش طويله الحقيقه، معناتها انا عبد السلام السعيداني كان صاحبي وخويا، ولتوا نحكيو مع بعضنا كما قلت لك يا سلام، ما نجمش نمر بظروف اللي ما فيهاش امور فلوس، بالرغم بار كونتر راني خذيت مع عند عبد السلام معناتها فلوس، اما باقي فما ديما صارت البروبليم نتاع فما روتار نتاع شهري، هيك اللي انا ما حبيتش كلي نصبر برشا معناتها، فهمت الحقيقه نتاع ربي ونقولها ونعاود، وديما يقعد راه عبد السلام نحبه من احسن الرؤساء اللي خدمت معاهم معناتها في مسيرتي. ما كنتش نضحي شوي مروان؟ خاصه توا نشوفوا الدنيا بريود بريود صعيب يا سلام، راهو كان جيت النجم نضحي، راني نبدا عازب، كان جيت عازب نضحي اكثر من هكا، فهمت راني نوصل نلعب حتى بلاش. علاقتك مع المنتخب عصام مروان سامحني ماهيش كبيره برشا. البريود اللي مشيت فيها ليتوال كانوا عيطوا لي ثلاث مرات المنتخب، في ثلاث مرات ما حبوش يسيبوني للدارم تاع النجم الرياضي الساحلي، مشيت منهم مره من الشان. علاش ما حبوا يسيبوك؟ ما نعرفش هكاك، عملوا لي الفيزا نتاعي وقت ماشيين وقت هما تونس وقت تلعب في جابون، كانوا عملوا لي التاشيره نتاعي ويكلموا فيا وكلموني وقالوا لي راهو الاداره نتاعك ما حبش تخليك تمشي. شنو كان انت معناها؟ فما ما نعرفش انا وقت ثلاثه جوارات الاتوال كان فيها البدوي ظهر لي وقتها في المنتخب، كان ما نتذكرش هكاك، اما نتذكر انا وقتها فما زوز من الناس برك ولا انا وواحد اخر ما حبوش يسيبوك، انت واحد ما حبوش يسيبونا. انت وشو شكون الاخر؟ والله نسيت، اما اللي تتاو الفيزا مازالت عندي نتاع الجابون. اي ما سالتش عليه؟ ما فهمتش. اي سالت ولا ما سالتش؟ ما سالتش.
وممكن مش عادي كان مسألش. وصلت لي حكايه اخرى ما كاو فيها الحكايه. اي شنو الحكايه وصلت؟ ما حبوش نمشي، حبونيش نمشي المنتخب. مسؤولين في ليتوان ما حبونيش نمشي المنتخب. نفس المسؤول اللي حكيت عليه زي الجزيري، مسؤولين لي في ليتوان زي الجزيري. ما نعرفش والله، لا نعرف كيف. انت كنت عندك وقت البريود هذيك انا وياه مع تمريك نيرا بديك قلت للناس الكل كانت مانيجر نتاعك كان زي الجزيري. ما فهمتش انا، قلت لك ليكيب ناسيونال وحبيت نمشي وحرست لهم، قلت لهم خليني فرصه هذه باش وقت باش يلعبوا كونتر ايكيب نتاع بوسكيتس هذيك ودرا شنو كاتالوني ودرا شنو منتخب كاتالوني صحيت ولعبوا في كونتر بلجيكا بلجيكا صحيت هذيك انا وقت لعبوا عند بلجيكا وكوريا نتذكر. ولا معناتها تحرمت، معناتها تحرمت ثلاثه استاجات بالليكيب ناسيونال. واخر مره كزيد اللي عيطوا لي فيه في الشان ما حبوش عيطوا لي، من بعد مشيت سافرت للمغرب ورجعت. بلاصه حمزه الاحمر مشيت. لا ما مشيتش بلاصه حمزه الاحمر، كلمني كاسبر جاك وقتها في التليفون قال لي ما تعمل حتى شيء راني باش نعاود لك، معناتها فما بروبليم. اخي انا معناتها كيما نقولوا خذيت ادراكي فيه المعلومه، مشيت سافرت طلعت للمغرب. من المغرب يكلموني وقتها حسين جناح يقول لي توا تهبط لك ناسيونال حاجه بيك، مشيت معاهم للشان وهبطت كورت الماتشات الكل. معناتها فهمت؟ فما تعرقير، راه فما تعرقير. ما تحبش تقول لنا علاش؟ ما نحبش، ما نعرفش والله. إيه ممكن خاطر تقول لي ما نعرفش، ما نسمع حاجه، ما تقول لي ما نحبش نقول هذه نسمع. ممكن خاطر تعديت بريود نجحت فيها، نقول لك ليها وتلعب بها برشا هذا يا خويا خلينا نعاودوا. اي علاش؟ ما نعرفش والله الاسبوع والله. ليش ما نعرفش؟ قول لي ما نحبش نقول. خاطر انا جيت بريود في الاطوال بالرسمي واحد معناتها عطاه من عنده بالكدا وعبيت حبته يا هم لاعبين ياخذوا من الاطوال يمشيوا فوالا هذاك انا ما رويتهاش. فما مسؤول في جمعيه تجي الدعوه للمنتخب ما خلوهوش والفيزا نتاعي وهو جيت ليكيب ناسيونال. قلت لك هاي الفيزا ما زلت عندي في الباسبور، عملوها لي وصي ومعناتها نورمالمون حركوا. جاوني اخر نهار قالوا لي مش ماشي. واضح. باهي نكملوا معك الحوار يا مروان، نبداو ايضا نواصلوا في الريبريكا نتاعنا. الريبريكا الثانيه هي لوكويز. لوكويز مجموعة من الأسئلة مروان، ما تخممش برشا جاوبني في ساعة. شكون اليوم تعتبر أحسن لاعب تونسي؟ تو البريود هذي؟ إي اليوم. أنا عندي في الجينيسيس. أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ في تاريخ تونس؟ القدمة؟ إي طارق ذيب. لاعب تو في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ تو والله ممكن كشريدة اللي طوال. أقرب لاعب ليك شكون؟ برشا. واحد سمي لي واحد. كل مويبي به. شكون من لاعب قوي فيزيكمون؟ والله ما عندي حدا فيك نقول على روحي انا. شكون من لاعب كركار؟ مويبي. مويبي كركار؟ اي كركار. من لاعب خدام؟ خدام. عرفش والله برشا خدام راه ولا بصراحه من اسلام راه هكا ندخل بعد. مش عامل مشاكل راه كل اصحابي من بعد يقول لي شبيك ما جبتنيش. عرفش من راه توا اثنين يريدوا يقلبوا في الاطوال. شكون اكثر لاعب عنده المعجبات؟ دايرين بيه هكا مويبي. افضل مدرب تونسي؟ سيلاس عدريدي وفوزي بنزرتي. ان شاء الله ما نسيش حتى حد وزاد روجينو ميرا. شكون المدرب عنده فضل عليك؟ قبل ما نعرفش برشا ممرنين راهو فضل ما نحب ما يصيرش في كل واحد هكا قعد في بالك واحد بركة ممكن البريود الاخراني سيلاس عدريدي وقف معايا راجل. وين؟ في الملعب التونسي قبل ما نمشي للدوار. مش بريود الاخراني معناتها قبل. اي هذيك قبل. اقل شهريه خذيتها قداش؟ 500,000 طلوعك للاستاد. واكبر شهريه؟ انا شوف انا اللي عملت كونترا بي في الاطوال ما باتش برشا على الكونترا في الاستاد، حتى في الاستاد كنت ناخذ في شهريه به. قداش؟ به اي قداش؟ نتاع واحد به. فما 15 20؟ لا اقل. لا استاذ ما تعطيش، اما نحكي لك الكونترا اللي في الاطوال ما باتش برشا على الاستاد. باهي 12 فما برشا في الاطوال. فما 12 اقل راه استاذ معناتها ما تعطيكش. نحكي في الاطوال قداش؟ في الاطوال اقل شوي. 8 بريسك. ماتش ما تنساهش؟ زمالك. احسن ماتش لعبته؟ برشا بريود، اما ديما نحط الزمالك خاطر هذيك في جو سبيسيال نتاع زوز اهداف. بونتو ما تنساهش؟ كيف الزمالك؟ بونتو مزيان ماركيتو. الزمالك خويا. ديما الزمالك. ديما الزمالك. بونتو تمنيت لو كان كنت انت سجلته، سجلوا واحد اخر. ممكن حبيت نكون في الاطوال موت المثنيني في الكوبا راب. الجمعيه الاقرب لقلبك اليوم؟ الاطوال. اكثر من استاد؟ الام هذيك، اما انت تو شكون هذيك جمعيتي الام، اما ديما الاطوال معزه خاص. حاجه فيك ما تعجبكش؟ غش. احسن لاعب في العالم؟ ميسي. احسن مدرب؟ جوارديولا. انت جاي خام تقول زعما شنو يسالني؟ يا على الاخر نحضر لك من على يدك بكري انا. كانت هذه الكويس. الكويس. شكله بكري قعدت نتفرج.
اي مساج مساج فلو سيون تان خويا خذ راحتك. اخر بريك كمان الوقت فيسع فيسع بتجاوبنا عليها مروان. ليكيب تيب ليكيب تيب لعبت في ستاد ليتوال الملعب التونسي ستاد ملعب التونسي ملعب الجيبسي النادي البنزرتي مستقبل المرسى المنتخب كذلك عملية تشكيلة بحث الملاعبيه اللي لعبت معاهم وانت بتبيع حط بلا حط انت ما عندكش بوست قلت لي حط روحك وين تحب انت تعطيني البوست بزوز شنو؟ حط زوز لا لا واحد 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 جارديان هاي ما عادش عندي وقت بلبولي على اليمين انت وين مش تلعب الساعة؟ مانيش في نلعب هنا لا لا حط روحك لا ما نحطش روحي مش لازم ما تلعبش على اليمين نجاس على اليسار غازي عبد الرزاق في العكس حط بدران نتاع الاسبيرونس ما لعبتش معاه عاد قلت لك لعبت معاه لعبت معاه حط عمر جمل وبوغطاس بس حط تشكيلة ليتوال ليتوال خويا قوية خويا عملتها وقت في الوسط في الوسط شو نحط حمزة الأحمر بن عمر اللي لعبت معاه خويا مسمي ليتوال كلها هذيا خويا هزت في كذا سنين لعبت المنتخب راك لعبت في استاد حتى واحد من استاد في المنتخب نحط لك باهي ميسيرش بن عمر فرجاني سيسي ونحط معاهم المويهبي باهي في القدام ثلاثة قدام شكون؟ ثلاثة قدام المساكني يوسف حط إيهاب إيهاب حط إيهاب المساكني وبغداد بنجاح وشكون آخر والله نحط وسام السلام دخلت بعض التشكيلة أسامة أسامة التالي ومويهبي قدام نعمل نعمل شونجمون تكتيك بعد تتصرف يعطيك الصحة مروان كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب شرفتنا بحضورك اليوم مروان تاج يعطيك الصحة قد ما تفرجت فيك خويا ما في باليش بها هكا ما نزلتش برشا شوي شوي لا والله باهي هكا عجبتني برشا حسين يعطيك الصحة سلام يعطيكم الصحة اللي سمعتونا الناس الكل وإن شاء الله خويا فرصة قادمة أخرى مرحبا بك وإن شاء الله نسمع عليك أخبار طيبة في المستقبل إن شاء الله نشوفوا مسيرتك تتواصل مازلت صغير 32 عام 32 سنة إن شاء الله نشوفوك في جمعية جديدة على قريب شكرا عليا باشا في الإخراج أجمل تحيات إسلام المكتب